منافسه بقى، مع مش منافسه، ده انتوا عاملين ماتش حلو قوي انت والسقه وكريم. انا افضل عن انها تبقى منافسه. هقول لك ليه، لا احنا ننافس بعض واحنا بنزلين. انا فيلم والسقه فيلم ماشي ماتش. انما احنا جوه فيلم واحد. يعني انا لما كنت في الجزيره مع السقه، انا كنت ايه، انا كنت في فيلم السقه او في فيلم لينا احنا مع بعض ماشي، زي ما بيحب يقول، مع ان هو فيلمه بس يعني قصدي هو البطل الاول فيه. طبعا. انما انا مش بنافسه هنا، انا معاه في التيم طبعا. مع كريم عبد العزيز في فيلم الازرق او غيره، انا احنا مع بعض. مع عز في اولاد رزق، احنا مع بعض، فمش منافسين. منافسين لما ننزل ضد بعض في العيد، فانا منافس ليك وبنهزر واحنا اصحاب، وبنافس واقول له انا هاخد منك الجايزه، انت هتاخد الشباك هاخد انا الجايزه، او حاجات كده. انما هنا احنا مش منافسين، عيب نبقى منافسين. لو منافسين تبقى خيانه، لان انت عمال شغال معايا، ودول زمايلنا مثلا اللي معانا وبيحضروا لك السكريبت، وانت بتاخده وبتقول كان معكم وتقول اسمك وتسك عليهم، ما ينفعش. طبعا. فلتت من رامز السنه دي؟ رامز انا بحبه جدا جدا جدا، بحبه لانه انسان كمان. انا اقول لك على حاجه، لما فكرت اعمل عمره كلمت رامز جلال مش حد تاني، تصور. والله ليه بقى؟ لان انا اعرف رامز من ايام المعهد، كان صغير عني طبعا، الوحيد، مش هقول الباقيين مش، بس ما بغيرش سنه، بيهزر طول عمره وهزار سافل وغطاع ومجرم، ما بيغلطش، ما بيعملش حاجه غلط، ما بيشربش حاجه غلط، ما بياكلش حاجه غلط، ففضل على كده. فلما فكرت اعمل كده رحت له، بس الكورونا قفلتها.